الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت توقظ من في النار أفأنت توقظ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النهار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم واغفر لأجدادنا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم أعل مكانتهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فمن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأحسن له الختام، وأحسن له الختام، وأحسن له الختام. ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم فأنزل عليهم رحمتك، اللهم فأنزل عليهم رحمتك، اللهم وأنزل عليهم من شآبي برحماتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا الله،
عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا حضر الحساب، وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم بشرنا بالروح والريحان والجنان، وأنت عن أراض غير غضبان. يا رحمن يا منان، إلهنا إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا، يا حبيبنا يا الله يا الله، إنا ندعوك ونرجوك بأعظم الأسماء إليك. ندعوك دعاء المضطرين، ندعوك دعاء المبتهلين، ندعوك دعاء الخائفين. عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. اللهم إنا لنا دعوة، اللهم إنا لنا دعوة، نرجوك ألا ترد بها أيدينا صفرا. جئناك يا ربنا ذكورا وإناثا، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا. نطلبك نطلبك نرجوك نبتهل إليك. اللهم حرم وجوهنا على نارك، اللهم اعتق رقابنا من نارك، لا تشوي خلقنا بالنار يا يا أرحم الراحمين. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.